احنا في ناس يعني. شكلي ده بس. نحاول نطول اكبر كمية. انت لو تنقل الكاميرا على الجانب الثاني احسن. لا 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 هاي كمان منظر كبار عشان نشوف ذكر ونشوف انثى وصلت في المستوى الاحمر اكبر واحلى واجمل. والله واحد في البيت ما بعيش. بس ولا هاي اللي هي سمكة المشط الأحمر. في دراسات كثيرة بتحكي إنه هذا أصله بحيرة طبرية وكاليفورنيا. طبعاً بيعيش في كميات كبيرة في كاليفورنيا وفي طبرية. مصر وأندونيسيا ثاني وثالث أعلى دولتين في إنتاجه. الصين بتنتج منه 1,400,000 طن. زارع في الدنيا بعطيك الصورة. طلال قدامك ساعة. جاءت الفكرة لتأسيس الجمعية وتشكيلها من خلال حاجة الناس للسمك الطازج. طبعا احنا في الضفة الغربية ما عندناش لا بحر ولا سمك طازج، كله يعني أسماك مجمدة. حتى القوة الشرائية لشراء السمك الطازج أو المبرد مش موجودة لدى الناس، لأنه القدرة الشرائية ضعيفة، الدخل ضعيف، معظم الناس فقراء، وهي يعني مادة أساسية بتفوت في مكونات الغذاء وخاصة الأطفال والكبار كمان. وإحنا يعني جاءت الفكرة من خلال إنه كان يعني اللي بدعم الطحين في مادة اليود اللي هي بحاجة إلها الجسم، هي يعني للأطفال وللهاي عمالهم بحطوا اليود في مادة الطحين لمكمل غذائي للسمك.